لم تتحرك عجلة إعادة الحياة إلى طبيعتها قبل فيروس كورونا في قطاع التعليم بعيداً، قبل أن تتوقف مرة أخرى تحت وطأة الفيروس. دول عديدة حاولت إعادة إطلاق العام الدراسي بشكل نظامي مع الحفاظ على وسائل الوقاية، أمر لم يؤدي إلى نتيجة إيجابية. في الولايات المتحدة باشرت بعض الولايات مثل نبراسكا وأريزونا بإعادة الدوام ضمن قوانين التباعد، لتتفاجأ بعد أيام بإصابة عدد من الطلبة، الأمر الذي أجبرها على إعادة الإغلاق مرة أخرى. أما في ألمانيا فقد باشرت السلطات بوضع خطة جديدة لنصب أنظمة تهوية في المدارس والجامعات، يهدف إلى إعادة تدوير الهواء بشكل مستمر للحفاظ على صحة الطلبة. الحل المقترح يأتي بعد إغلاق القطاع التربوي من جديد نتيجة لانتشار الوباء في أوروبا. الخطة المقترحة سيتم وضعها قيد العمل خلال العام القادم، حيث لا تزال السلطات الألمانية حذرة في التعامل مع إعادة تشغيل قطاع التعليم، وفيما إذا كانت أنظمة التهوية الجديدة ستعمل وفق المطلوب. وإلى فرنسا، حيث قدمت خطوات جديدة لمكافحة انتشار الوباء ومع الحفاظ على مدارسها مفتوحة، خصوصاً وأن الحظر على التجوال الليلي ما يزال مستمراً في مدنها. التجمعات في الصفوف الدراسية وقاعات المحاضرات الجامعية أصبحت مقيدة بأعداد تراها الإدارات مناسبة للحفاظ على الصحة العامة. أما في العراق فقد أصدرت الأمم المتحدة وبالتعاون مع اليونسكو ما أسمته بإطار عمل لإعادة افتتاح المدارس في العراق، أمر ما يزال البحث في تطبيقه قائماً إلى الآن.